حنمشي لبعض المقتطفات في تابين لواء دكتور حاكم عبد الرحمن حاكم، وبنرجع لكم مرة تانية بفقرة أخيرة. في رحيل اللواء شرطة معاش الدكتور حاكم عبد الرحمن حاكم، العالم الجليل والأديب المفوه ورائد علوم الأدلة الجنائية بالسودان ومؤسس إدارة الأدلة الجنائية وأول مدير لها وكانت تسمى حينها المعابر الجنائية. ساهم الدكتور حاكم بفعالية في تأسيس معهد الدراسات الأمنية التابع لجامعة الدول العربية في الرياض للمملكة العربية السعودية ومؤسس المختبرات الجنائية في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. لقد كان حاكم عالم رفيع التخصص ومهني كرس حياته ووظف علمه في خدمة مكافحة الجريمة وتحقيق العدالة. أمامي ثلاثة من المؤلفات، مركز الحقيقة على الجزء الأول اللي هو عن الإدمان بين المأزق والمخرج. التايمينج، التوقيت الآن ده أحسن توقيت بالنسبة لنشر هذا الكتاب. قامت إدارة الشرطة مشكورة في عام 2018 إصدارات الأدلة الجنائية، رئاسة الشرطة عام 2018 بطباعة هذا الكتاب. فرجائي، رجائي من إدارة الشرطة ومدير عام الشرطة ووزير الداخلية أن يدوا نظرة لهذا الكتاب لإعادة طباعته، والتوقيت مناسب الآن، كلنا مهتمين بموضوع المخدرات اللي حاصل في البلد. هذا الكتاب هدية قيمة جدا، أنا آمل من الشرطة أن تقوم بإعادة طباعة هذا الكتاب. الشرطة السودانية دأبت وإلى الآن أن تختار أفضل أبناء السودان لتولي مواقع فيها، وكثير من الناس يستخفون بالشرطة السودانية ولا يدرون أنها تتضمن دررا وكواكب مضيئة ومنيرة، علما ومعرفة وأخلاقا وسلوكا ومهنية. أنا لأول مرة أشاهد أعضاء من أسرتي، وكنت أبحث عن ابني ولم أستطيع أن ألتقي به، لكن هذا اليوم بالنسبة لي يوم جميل وحزين في آن واحد. حزين لأننا نفتقد حاتم ونعزه ونكنه ونحمل له في جوائحنا ودواخلنا الحب الذي لا ينتهي، ليس له يقيف وليس له حد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله. من جانب آخر، إني على استعداد كامل أن تختار أسرة الراحل حاتم أي مكان في جامعة الرباط الوطني نطلق عليها اسم الدكتور حاكم. كل ما ذكر اسمه هو مؤسس، سواء كان المعامل الجنائية في السودان أو مؤسس لمؤسسات في الخليج، وكذلك علمه امتد حتى الأمم المتحدة، وهو متخصص في مجال افتكر خدم العالم أجمع،
هو مجال مخدرات، مجال يعني يمكن يستفيد منه كل شعوب العالم وكل طلابه وكل الباحثين، فهو علم من أعلام الشرطة السودانية له الرحمة والمغفرة. فنحن إن شاء الله زي ما سبقني دكتور عادل عاجب بأنه يطلق اسم الفقيد في مؤسسة جامعة الرباط الوطني في أي وحدة من وحدات الجامعة التي هي فرع أو مؤسسة من مؤسسات وزارة الداخلية، فإننا يعني نرجو أن نتبنى ما ذكر في كلمة ممثل الأسرة بأن يطلق اسمه على أحد أقسام المعامل الجنائية وهي مؤسسة له الفضل في إنشائها. وكذلك المطبوعة التي تقدم بها عمنا إن شاء الله يعني تلقى الاهتمام مننا والمراجعة والطباعة حتى يستفيد منها الجميع.